القصة اللي شغلت الرأي العام العالمي عشان تشوفوا يا جماعة يعني الإنسانية لا تتجزأ، عندنا مشكلة كبيرة جدا مع الصهيونية ومع إسرائيل تحديدا، ولا يوجد يعني شعب عانى مثلما عانينا، يعني قدمنا شهداء ودافعنا ليس عن مصر فقط ولكن عن كل ما يتعلق بالأراضي العربية اللي احتلتها إسرائيل. وكان دايما حتى مشكلتنا ان احنا كنا بنقول للدول العربية نحن نحارب بالنيابة عنكم جميعا وحتى عن دول المنطقة. يعني مواطن مصري عايش في ألمانيا، والمواطن المصري ده لما تصرف في زمن الحرب العالمية الثانية كان انطلاقا من انسانيته، والانسانيه زي ما بقول لكم لا جنسيه لها ولا حدود لها ولا دين لها، لكن هنا اتصرف ازاي في ملاحقه من النازيين لليهود وغيرهم يعني، لكن في كل الاحوال هو اخفى فتاه يهوديه صغيره كان عندها 21 سنه اسمها انا، وبعد كده كمان أخفى جدتها، وهنعرف التفاصيل القصة بالكامل. لكن شوفوا إسرائيل تبحث عن أسرته علشان تقوم بتكريمهم، حتى تقوم بتكريم الأسرة. يعني المهندس محمد الدكتور محمد حلمي الحقيقة اللي قام بهذا الدور الإنساني لفتة إنسانية بسيطة جدا، هو ممكن يقول أنا أديت واجبي الإنساني يعني، لكن شوفوا إنه حتى المواقف العظيمة لا يمكن أبدا إنها تموت، وحتى لو كانت مع عدوك بعد ذلك يعني. يعني صحيح كنا في مقدمات ولادة دولة الصهاينة بعد ذلك، لكن في كل الأحوال أنت أمام طبيب مصري قام بدور إنساني تبحث عنه إسرائيل لكي تقوم بتكريمه وتكريم أسرته على هذا الدور. أنا بقول إحنا كنا أولى كمان بتكريم الدكتور محمد حلمي وتسليط الضوء عليه وللتأكيد على أننا لا نقف إلا ضد المغتصب والمعتدي، وإن مصر دائما يعني عندها نماذج بهذا الشكل يمكن أن تقدمها لخدمة الإنسانية في كل المجالات. والحقيقة ممكن نفضح أعدائنا ونكشفهم بهذه النماذج ونقول لهم شوفوا النماذج المبهرة وشوفوا ما ترتكبونه أنتم، يعني تفضحهم، تفضحهم بهذه النماذج رغم أن إسرائيل بحثت عنه لتكريم الأسرة. طبعا رفضت الذهاب إلى إسرائيل للتكريم. هنعرف التفاصيل من الدكتور محمد ناصر قطبي خال الدكتور محمد حلمي الحاصل على وسام اللي هو بيسموه الشرفاء بين الأمم أو الصالحون من أجل الأمم أيا كان المسمى. دكتور محمد أهلا بيك. دكتور محمد، أنا معك يا فندم، سامعك. دكتور محمد، يعني لو طلبت من حضرتك توضح لنا بس قصة الدكتور محمد حلمي ومحاولات إسرائيل البحث عنه وعن أسرته لتكريمه بسبب إيوائه عائلة يهودية، يعني إيه القصة وفقا لما عايشتموه؟ الدكتور حلمي ذهب لألمانيا لدراسة الطب في سنة 1922، وبعد انتهاء الدرجة الجامعية الأولى أدى الدراسات العليا والتخصص في أمراض الكلى والأمراض الباطنة، ودخلت النظام النازي وهو نظام له إيديولوجية واضحة ضد السامية، وأنه نظام أيضا قاسي جدا في التعامل مع المعارضين أو أي جماعات أخرى. فعاش هناك واضطهد هو نفسه شخصيا من النازي بعدما كان رئيس قسم الكلى في مستشفى في برلين، طرد من وظيفته ثم سجن لمدة عام وخرج من السجن لأسباب صحية. بهذا الشكل طبعا هذا الشخص كان مضطهد من الألمان من النازي، نعم تمام، والنازي كانوا أيضا بيجمعوا اليهود ويرسلوهم إلى المعسكرات العمل
واغلب كان في كثير منهم طبعا من العمل الشديد وقله الطعام كان بيموت. ففي هذا الوقت كان هو كطبيب معالج لاسره الاستاذه انا بورس. فقالوا له خلي انا تكون عندك، لان هي جالها خطاب للانتقال للترحيل الى معسكر الاعتقال. فاخفاها عنده واجرى كل الوسائل لكي يضلل الجستابو، وهو النظام البوليس السري الشديد في المانيا. احيانا كان يخفيها في كوخ صغير جدا في جنينه منزله، واحيانا يخرجها ويقول هذه قريبتي جاءتني من دريسدن، ثم دخل بها الى المركز الاسلامي وطلع شهاده انها اتخذت الاسلام دينا، ثم زوجها من مصر هناك، وكان هو وكيل العروسه يعني. كان بيجري كل شيء لكي يضلل الجستابو، وهو شديد المرافق الاستاذ، وليس عنده اي رحمه. اذا شك في حلمي انه يعمل يقتله في وسط الشارع بلا اي محاكمه، ضرب بالنار على طول. يعني هنا هو حتى لم يخشى من يعني احتمالات اعدامه وقتله لو ضبطوه يخفي أن يعني، ومع ذلك صمم على إخفائها مهما كان الثمن يعني. الشجاعة الشديدة والتحدي الشديد وأيضا الذكاء في أنه يستعمل كل الوسائل للتضليل، عنده كل الوسائل حتى يحقق في الآخر أن هذه الآنسة الصغيرة أنقذت وعندما عند انتهاء الحرب. هي كان عندها 21 سنة وقتها؟ أقل من هذا. أقل من هذا. وبعدين طبعا لازم الناس كلها تعرف لما كان بيعامل دي، هو تربى في مجتمع، حضرتك تتذكر مجتمع في العشرينات في مصر كان عندنا حسن ومرء وسوكوهين، فاطمه وماريكا وراشيل، مجتمعنا طبعا متعدد الجنسيات ومتعدد اللسان متعدد الاعتقادات والديانات. هو الحقيقه مجتمعنا كان قوته في التعدديه الثقافيه والدينيه والسياسيه والفكريه يعني. تفضل. أنه علم أن الحياة الإنسانية هامة مهما كان خلفية الشخص الذي يحمل هذه الإنسان، وأنه تمسك من قتل نفسا بغير نفس، فهذا كأنه قتل الناس جميعا، ومن أنقذ كأنه أنقذ الناس جميعا. تربى بهذا، وكان عندما كان يفعل هذا للإنسانية المطلقة، ويجب أن نؤكد أن هذا كله تم قبل ميلاد دولة إسرائيل. ده كان خلال الحرب العالمية الثانية يعني، من سنة 42 ل 45 دولة إسرائيل قامت 47 48 بوضوح شديد. وهنا ظل يخفيها مدة قد إيه يا دكتور؟ ثلاث سنين يا سيدي. ثلاث سنين. وتنتقل من هنا إلى هنا، ويعني كانت صراع شديد جدا. هناك مثلا لسيدة أخرى كانت في أمستردام اسمها آن فرانك، أخفيت في الأوضة بس، ومع هذا لانها اخفيت في مكان محدد اكتشفها الجستابو وقتلها. اما ان بورس ومحولينه المزار اعتقد منزل هذه السيده يعني، ما في لا هناك في امستردام طبعا، امستردام مزار كبير، انما المناطق اللي كانت فيها ان بورس اللي احنا بنتكلم عنها مع الدكتور حلمي دي كانت انتقلت من عده اماكن، واحنا قريب كنا زرنا هذا، لان بيجرى فيلم تسجيلي لقصه حلمي، فيلم جميل جدا تسجيلي عن حلمي وكفاحه مع النازي وكفاحه لانقاذ الناس المهضومين المتعرضين للهلاك. طيب هنا كيف عرفت اسرائيل بقى بهذه القصه، وكيف بدات محاوله الوصول للاسره لتكريمها يعني؟ حلمي وهو خالي طبعا وكوالد اخر ثاني ليا، كرم من برلين، من سلطات برلين عده مرات. في الستينات اخذ دبلوم ان يشكره على انه قام بهذا الانقاذ في عمليه انسانيه المحضه وانقذ هذه السيده، وكان من عمده برلين، وكان في ذلك الوقت هو السيد بيلي برانت، واصبح مستشار المانيا فيما بعد. ثم على البيت الذي كان يسكن فيه ويمارس فيه العياده بتاعته اللي كان بيعالج فيها كل الناس، وضعت لوحه برونزيه على هذا المبنى تقول في هذا المسكن وفي هذا الشقه كان يسكن مصري جاء هنا كطالب طب، ثم ادى الخدمات الطبيه، ثم انقذ بعض الناس الذين كانوا عرضه للهلاك التام اذا دخلوا معسكرات الاعتقال.
يعني برلين، اه وبعدين اخذ له موعد مع رئيس الجمهوريه يروح يزوره لتكريمه في المانيا، كل هذا في المانيا. اما التكريم ده الاخير ده طبعا من دوله اسرائيل، جمعيه خاصه هناك ليست الحكومه تبحث عن الذين ساعدوا على انقاذ اليهود من هذا المصير، وكان تبحث عنهم لاعطائهم التكريم للاشخاص دول وليس لمشتركه. لكن حني لم ينجب ذريه، وحتى زوجته الالمانيه ما كانش ليها عيله، ما كانش لحني اي عيله اخرى غير بقايا اسرتي اللي هو احنا في مصر. وكيف يعلم هذا؟ اتصلوا بالسفاره المصريه في تل ابيب وحصلوا على بعض اسماء من اسرتنا وتكلموا معاهم. وقالوا لكم التكريم في اسرائيل وانتوا رفضتم. يا فندم التكريم في برلين، مين قال انه في اسرائيل؟ يعني ده لم يكن مطروحا نهائيا، يعني انه التكريم يكون في مسرح اسرائيل. الاحداث، مسرح الاحداث برلين. لا، لانه ما تم تداوله انه الاسره رفضت ان يتم التكريم في اسرائيل، وقالت انه يتم التكريم في المانيا يعني. وطبعا نفهم هذا الراي من الاسره، مش عايزه كلام، لان في تحفظات على الذهاب الى القدس. ولذلك التكريم حدث منطقيا في مصر، مكان مسرح الاحداث مدينه برلين. وتمت خطواته كلها في وزاره الخارجيه الالمانيه، وهي ارض محايده تماما، لاننا نبحث عن تكريم الشخص الذي قام بعمل انساني مجرد من الجنسيات او السياسه تماما، فوق السياسه تماما. طيب هنا دكتور، بس عشان ابقى التكريم تم، واحنا عندنا يا جماعه دي بعض الصور للتكريم. في هنا البعض يعني ولست معهم يعني، وهقول ليه يعني. ممكن يقول لك لا، كان يجب على الاسره الا تقبل اي تكريم من اسرائيل في كل الاحوال يعني. هل حضرتك وضعت ده في الاعتبار؟ وضعت اعتبار، ولكن ان يكون هذا درس للانسانيه حتى تعلم انه ما حدث من النظام الناسي يجب الا يتكرر مره اخرى، حتى نذكر الاسرائيليين انكم تقومون بما كافحتوا ضده من النازي. هذا تركيز الضوء على ان القهر وقتل الناس اللي احنا بنكرم حلمي انه كان يقاومه يجب الا يتم في اي مكان في العالم مع اي شعب من الشعوب. يعني انتوا اردتوا حتى بقبول هذا التكريم توصيل رساله الى اسرائيل لا يجب ان ترتكبوا. تماما. ولو سمعت حضرتك كلمتي في هذا، وهي مسجله طبعا في اجهزه الاعلام، لكن الاعلام كان ممثل بشكل كبير جدا مع العلم الذي قام بهذه المناسبه وزاره الخارجيه الالمانيه، وكان حاضر معانا. كانت دعوه وجهت لسعاده السفير المصري في برلين، ولكن لظروف خاصه اضطر يسافر مصر فحضر المستشار في هذه اللحظه، فكانت وزاره الخارجيه الالمانيه والسفاره المصريه موجودين في هذه المناسبه، لم تكن مناسبه اسرائيليه كامله ابدا. وركزت كمان في كلماتك كما تؤكد على ان هنا لا يجب ارتكاب القتل وسفك الدماء، وانتوا هنا بتتكلموا عن طبيب مصري انقذ عائله يهوديه من القتل ومن سفك الدماء. اللي قلناه بالظبط، ان احنا بعد ما وصفنا كيف وصل النظام النازي الى القرار النهائي سنه 42 واباده اليهود بمجرد انهم يهود، تمام؟ فقلنا نحن نركز على هذا، ونركز على عمليه محمد حلمي ابو العينين، خالي حلمي، دكتور حلمي، لانقاذ هؤلاء الناس من الهلاك، نركز عليه كي تكون دعوه لتذكر الا تتكرر مثل هذه الظروف ابدا مهما كانت الانظمه التي تمارسها مع الشعوب. وفي درس للبشريه. انا بشكر الدكتور محمد حلمي، ما عندوش او يعني لا يوجد امتداد لاسره، لم ينجب يعني، ما عندوش اولاد يا دكتور، مش كده؟ لم ينجب. طيب الحقيقه احنا يعني بنفخر بما قدمه، وبشكر حضرتك دكتور محمد ناصر قطبي خال الدكتور محمد حلمي. طبعا هنا تلاقي البعض يقول لا، كان يجب على الاسره الا تقبل التكريم الاسرائيلي. نعم، في وجهه نظر بتقول كده يعني، لا يجب اي تكريم من القتله والسفاحين، نعم وهم كذلك يعني. لكن استغلال مناسبات من هذا النوع، طالما
دكتور محمد حلمي توفي، والخارجية الألمانية الاحتفال فيها، والسفارة المصرية ممثلة، ويمكن أن يكون ذلك مناسبة لفتح القتلة والسفاحين بأن القضية معاكم هي قضية احتلال واغتصاب واعتداء يعني، وإن لم تكن هناك أي قضية من قبل، وكان اليهود يتعايشون في مصر، يعني مصر حتى قدمت نموذجا للتعايش بين الأديان يعني، وهي نموذج للتعددية. فبالتالي يعني هنا استغلال مناسبة من هذا النوع للتأكيد على أن شوفوا نموذج إنساني، يعني من 42 ل 45 3 سنين بيخفي فتاة يهودية ألمانية، لأن النازي يلاحق اليهود وكان يلاحق الإنسانية كلها. طبعا في ناس عندهم ملاحظات على الهولوكوست وعلى المحرقة والمبالغة فيها والتضخيم منها، لكن بغض النظر كل دي وجهات نظر مختلفة، لكن هذه القصة اللي انت لو بتسمعها تقول ده فيلم هندي ده ولا ايه يعني، لا، تجد انها قصة في الواقع. طبيب مصري اخفى فتاة يهودية اقل من 21 سنة زي ما بيقول لمدة 3 سنين قاعد بيخبيها، وشوفوا بقى النازي ده بكل سلطاته اللي لو القى القبض على الطبيب المصري متلبسا باخفائها على طول هيعدمه وهيقتله يعني، لكن الطبيب المصري ما خافش وقعد يخفيها 3 سنين وينقلها من هنا لهنا لهنا، ومن حديقة منزله إلى جوه منزله إلى مكان تاني وهكذا لمدة 3 سنوات. الدكتور محمد حلمي يستحق الاحتفاء، والأهم إن احنا نفضح الصهاينة القتلة بهذه القصة الإنسانية. والفيلسوف جارودي كان عنده وجهة نظر في ده، يقول لك تعالى نفضحهم ونقول لهم يعني حتى لو انتوا بتقولوا المحرقة وغيرها، لكن لا ترتكبون ما ارتكبه خصومكم ضدكم، يعني ما انتوا بتقتلوا وتسفكون الدماء. قصة إنسانية كان يجب أن نستثمرها جيدا، ونحتفي كمان بطبيب مصر عشان نقول لهم شوفوا المصريون هم أول من قدموا نماذج تتعلق بالتعددية والتعايش وأيضا حماية الإنسانية. بسرعة عشان موضوع